انا كأب محب قلب اكيد طبعا برضو اللي هو من راعي ان حضرتك حرقت قلبك على انتوا شوفوا منظري انا ازاي مشكل الله يعينك ان شاء الله كمل حكي بنتي ماتت عايزها عايشه عايزها مش لا قدر الله اخذ غلط عايزها ماشيه صح عايزها تاهت عايزها الجن عقل اي باي وضع انا عايزها بس وانا اوعد ان الشخص اللي هيجيبها مش هيتعرض لاي مساءله قانونيه ولا اي مسة اذى من اي شخص ايا كان بل بالعكس هو هياخذ مني مكافأة مالية ترضي وهياخذ من الله سبحانه وتعالى جزاء خير مجري لكل الجنة يعني انا هشكره شكر وعجزيه ماديا واسال الله العلي العظيم انه ايه يجزيه خير عن فعله عن مساعدته لي في رجوع لي انا من اللي عايزها بنتي لا هي هيمسها سوء ولا هيمسها اذى ولا خلي اي مخلوق ايا كان لا عم ولا خال ولا جد ولا اي مخلوق اي مثل اللي انا بقوله. طب يا حاج قول لنا بس في كلمتين ال 42 يوم مروا عليك ازاي؟ والله من أسوأ ما يكون انا بموت في اليوم اكثر من 1000 مره وانا فكرت في الانتحار 3 مرات والثلاث مرات تنقذني ناس ما اعرفهاش مره وقفت قدام القبر لا لا مره حاولت ادخل بعربيتي تحت كساح لا ومره ثانيه لقيت سلك كهرباء عريان انا طالع من الجامع ريحان والدتها عامله ازاي؟ سمعت هبه واسمها والدتها بس ظروف والدتها عامله ازاي خلال 42 يوم؟ تعبانه تعتبر متوفيه اليوم كله تصور وتكتب اليوم كله تصور وتكتب ولا حد لو هبه دلوقتي قدامك وشايفاك وسمعك حابب تقول لها ايه؟ حابب اقول لها ارجع احنا بنموت من غيرك ارجع يا هبة احنا والله بنموت من غيرك انا وامك واقف بنموت من غيرك ارجع يا بابا وما فيش اي شيء هيمس اي اذى اي انسان اي مخلوق ايا كان على وجه الارض مش هيقدر يجيك ولا يمس منك شعر ولا طبعا اخيرا متابعينا متابعي قير 24 يمكن زي ما شايفين دي كانت طبعا قصه غياب الفتاه اسوان هبه عمر فهمي يمكن زي ما شايفين امام حضراتكم طبعا متابعينا متابعي قير 24 قصه موجعه طبعا وان شاء الله برضو هنكون طبعا نزلنا صوره هبه على قير 24 من يستدل عليها او يعرفها او يشوفها طبعا اكيد يتواصل معنا طبعا